عدم تداول معلومات والتكتل حول السلاح ورفع حالة الطوارئ وغيرها من الإجراءات التي تتخذها الدول عقب تعرضها لغزو بري. لكن بعد الاجتياح الأوكراني لمنطقة كورسك الروسية، طالبت السلطات في موسكو سكان تلك المنطقة بعدم استخدام تطبيقات المواعدة. لكن هذا الطلب الغريب كانت له وجاهته، حيث تنظر روسيا إلى إمكانية استغلال كييف لتلك التطبيقات من أجل جمع المعلومات الاستخباراتية، خاصة بعدما رأت موسكو أن أوكرانيا كانت تصل عن بعد إلى كاميرات المراقبة لأغراض الاستطلاع أثناء التوغل في كورسك. ورغم أن كافة تطبيقات المواعدة الغربية الشهيرة مثل تندر أغلقت أعمالها في روسيا إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، إلا أن هذا لم يمنع بعض الأوكرانيين من استخدام طرق أخرى عبر الإنترنت للتسلل واختراق بعض الأسرار للجنود الروس الباحثين عن الصداقات والحب في زمن الحرب.